اليوم هذه أبرز العناوين. موظفو القطاع العام ينفذون اليوم إضرابا عن العمل بدعوة من اتحاد الشغل. المنظمة الشغيلة ترفض التسخير وتدعو منظوريها من المضربين إلى عدم الاستجابة لقرارات التسخير. أهلا بكم في التفاصيل. ينفذ اليوم الخميس موظفو القطاع العام إضرابا عاما بيوم واحد بالمؤسسات والمنشآت العمومية في تحرك دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول زيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقية السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد بالمعطل للحوار. ويأتي الإضراب العام الذي يشمل حوالي 160 مؤسسة ومنشأة عمومية عقب فشل جلسة صلحية كانت عقدت يوم 13 من جوان الحالي بين الطرفين الحكومي والنقبي، وغدا انقطع الحوار بين الاتحاد والحكومة التي أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الكبرى، بينما أكد اتحاد الشغل رفضه لهذا البرنامج. وتبعا للإضراب العام الذي تم إقراره، أعلنت مساء أمس الخطوط التونسية عن إلغاء رحلتها المبرمجة بتاريخ اليوم الخميس 16 من جوان وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين أيام 17 و18 و19 من جوان الحالي. وأكدت الشركة وفق بلاغ أصدرته أنه يمكن لمسافريها المسجلين في رحلات اليوم الخميس والمؤجلة استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجانا دون مصاريف إضافية وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجلة مع التزاماتهم. من جانبه قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السلمي في تصريح إعلامي أمس موجها كلامه للحكومة بعد رواج أنباء عن إمكانية اللجوء إلى التسخير لتأمين بعض الخدمات، قال إن التسخير مرفوض. وأكد سلمي لدى أشرافه على انطلاق الإضراب العام لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات بمطار تونس قرطاج الدولي أن الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية انطلق من منتصف ليلة الأربعاء الخميس في جميع المؤسسات بنجاح على حد تقديره. ديما نقول لكم إلا شكرا لكم، ألف تحية لكم مني ومن نيابة عن زملائي ونيابة عن الأخلمين العام على انطلاق هذا الإضراب العام في القطاع العام بنجاح، تحديا للجميع، تحديا لمن فكر ومن خول له نفسه أن يفشل هذا الإضراب، تحديا لمن تصور أن يكون الإضراب فاشلا، تحديا ويعني دفاعا على هذه المنظمة ومنظمتكم. اليوم إضراب للقطاع العام في والإضراب العام في القطاع العام هو ماهوش إضراب بيتحدى الجميع، لأني اليوم نعرف الشيطان اللي قاعد يوصل للمنظمة، نعرف التأويلات ونعرف الأكاذيب ونعرف صفحات الفيسبوك أش عملت في قيادة الاتحاد وفي المنظمة في كل شيء. هذا اليوم إضراب من أجل المنظمة، من أجل المنظمة أن تكون يعني واقفة على سخاها، من أجل المنظمة أن تكون صامدة، من أجل المنظمة لأجيالنا القادمة، لأنه اليوم ما يحاك للمنظمة هو تدميرها أساسا، ولن يفلحوا في ذلك. بالصوت العالي اللي حب يعمل تسخير ويصح فيه يبل ويشرب به. قالت وزارة النقل في بلاغ أن حركة النقل العمومي ستشهد اضطرابا على مستوى كافة منشآتها ومؤسساتها الوطنية والجهوية تبعا للإضراب الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس. وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع السلطة المركزية والجهوية جميع التدابير اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات. وأضاف البلاغ أن الوزارة بإفادة المواطنين أو ستقوم بإفادة المواطنين وجميع المتعاملين مع قطاع النقل العمومي بأي مستجد تبعا في الغرض، سواء عبر مصالح الأعلام والاتصال بشركات النقل أو عن طريق مكتب الأعلام والاتصال للوزارة. في موضوع آخر، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرمه مساء أمس الأربعاء واجب العزاء في وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وصل مساء الأربعاء إلى منزل وزير الداخلية توفيق شرف الدين الكائن في حي خزيمة الغربية بسوسة لتقديم واجب العزاء والمشاركة في تشييع جنازة زوجة الوزير التي توفيت أمس الأربعاء نتيجة تعكر حالتها الصحية بعد إصابتها خلال حادث منزلي تعرضت له في شهر ماي الماضي.
دوليا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل مدافع وقذائف وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار. وأكد بايدن مجددا التزام واشنطن بدعم أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي، فيما أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن بلاده ستضع نصب عينيها حين ستتولى في الأول من جويليا المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تنظيم قمة لإعادة إعمار أوكرانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. موظفو القطاع العام ينفذون اليوم إضرابا عن العمل بدعوة من اتحاد الشغل. المنظمة الشغيلة ترفض التسخير وتدعو منظوريها من المضربين إلى عدم الاستجابة لقرارات التسخير. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة اللاحقة فهم، والكلمة للزميل عبد الله الحطاب من قسم الرياضة. لكم أجمل تحيات سام حمدي في أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فهم.